الحمد لله، ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ونعمل حاجات يعني كويسه تكون في صالح الكره المصريه باذن الله. ان شاء الله خير. لا احنا بنقعد لسه الراجل اول قرار ده صعب جدا. هنقعد طبعا وهنشوف ان شاء الله، وتبقى نتمنى ان قراراتنا تبقى يعني قرارات ان شاء الله تبقى في الصالح العام لصالح الكره المصريه. اكيد يعني.